هنروح لفقره السبوره بقى. والله عامل ايه اللي فقره سبوره؟ فقره سبوره. نعم ولا انا افضل مذيع رياضي في مصر. يا راجل في حد عاقل في الدنيا يقول كده يعني؟ يقول لك في واحد هيتسال يقول لك انا افضل مذيع رياضي، يقول لك عمر ما حد عاقل ساوي منطقي هيقول على نفسه احسن حاجه يعني. الناس هي اللي بتحكم طبعا. الاهلي خسر برحيل موسيماني. كلاهما خسر، الاهلي خسر موسيماني وموسيماني خسر الاهلي. فيريرا قادر على نجاح مره اخرى مع الزمالك. جدا، عنده شخصيه وعنده الطريقه اللي ممكن ينجح بيها. المشهد السنه دي صعب عليه جدا جدا، وانا من الناس اللي شايفه ان الحكم على فيريرا السنه دي صعب جدا جدا، بس متخيل ان السنه الجايه لما يبقى عنده سكواد وعنده تيم وعنده فرقه وعنده انتقالات وعنده حاجات كتير يقدر يحلها، هيعمل شغل كبير جدا مع الزمالك طبعا. اتمنى عوده كيروش للمنتخب مره اخرى. وانا اتمنى يبقى عندنا اتحاد كوره الاول، عشان لما عندك اتحاد كوره الاول هيبقى عندك اي مدير فني ينجح خلاص. لكن انت طول ما انت ماشي من غير ولا حاجه، من غير ولا سيستم، واخد بالك ازاي، فتجيب حد يعني نفس القصه وبتاع، نفس الموضوع. هو السؤال اللي يتسال هو اصلا كارلوس كيروش انت مشيته ليه يعني؟ فبتيجي تسال هو كارلوس كيروش مشي ليه؟ قالك عشان ما كانش فيه دولارات في الدرج. بالظبط. انت عايز ترجع كارلوس كيروش ليه؟ عشان احنا حفرنا بالليل فطلعنا كنز دولارات فهنجيب كيروش وهنفرتك ال هل في استراتيجيه؟ هل في استراتيجيه؟ مفيش. فانت يعني انا برضو بشوف فكره القفز على اسم المدير الفني زي بالظبط كده واحد رايح يقول انا هعمل حمام سباحه في الدور الاخير. طب ارمي الاساسات. فاهم الفكره عامله ازاي؟ والله العظيم ما فكره مدير فني يعني. هو بالنسبه لنا كارلوس كيروش لعب على الامكانيات بتاعته وقدر يطلع منها حاجه كويسه. فاحنا بطبيعه الحال هتلاقي الناس لما هتسال السؤال ده يقول لك يا عم هو ارحم بقى من اللي احنا شفناه. مع اتحاد الكره بتاعين خبير تحكيم اجنبي. عايز اشوف التجربه دي. يعني عايز اشوف تجربه انه يكون عندنا خبير تحكيمي اجنبي. عايز احكم عليها عن قرب. موافق. موافق جدا. إيهاب جلال تعرض للظلم انسانيا وظلم نفسه فنيا مع المنتخب. ده هو ما ظلمش نفسه. هو ظلم فنيا وظلم على الـ على على المستوى الانساني. احنا مش صحراء يعني. انت مثلا تيجي تقول لي مدير فني يمسك فرقه يلعب بيهم ماتشين وامشيه، هنهرج. مفيش في الكوره كده. فتقول لي ظلم نفسه فنيا. ظلم نفسه فنيا ليه؟ هو عامل ايه عشان يعني لحق يعمل ايه عشان انا احاسبه يعني؟ تمام. واحد جه لعب ماتشين. فلا، هو ظلم انسانيا وظلم فنيا لانه اللي جابه ما كانش عارف هو عايز يعمل بيه ايه اصلا. الاختيارات. افضل رئيس اتحاد كره اخر 20 عام: سمير زاهر، هنا بوريدا، جمال علام. سمير زاهر. افضل مصري احترف في اوروبا: محمد صلاح، ميدو، احمد حسن. محمد صلاح. لاعب عالمي اتمنى عمل لقاء تلفزيوني معه: محمد صلاح، ميسي، رونالدو. محمد صلاح. حوار استمتعت باجراءه: عبد المنعم با، رومونيجا، تباس. كل الحوارات اللي بعملها بستمتع بيها، حتى اللي بيبقى دمها تقيل. يعني في حوارات بتبقى بالنسبه لنا احنا كمذيعين دمها تقيل، لما مثلا يجي لك ضيف يحسسك ان هو حويط، فاهم الفكره عامله ازاي؟ انا مش هقول لك. طب يعني فبالنسبه لي هو حوار لذيذ يعني. انا بالنسبه لي كل الحوارات بستمتع بيها. انا بحب استمتع بشغلي يعني. انا بحب استمتع باللحظات اللي هترتبهم. ممكن ترتبهم؟ لا يعني كل الحاجات اللي انا الحوارات اللي انا عملتها بستمتع بيها يعني. الاسماء اللي انت قلتها: رومينيجا وتيباس وعبد المنعم باو. احنا عملنا حوارات كتير جدا، عملت حوارات كتير جدا جدا كلها كنت اتبسط بيها الحقيقه يعني. افضل مدرب اجنبي مر على المنتخب: برادلي، كيروش، كوبر. برادلي اكتر واحد اشتغل في ظروف اصعب يعني. اكتر واحد اشتغل في ظروف صعبه جدا جدا الحقيقه. مشفق عليه حتى كمان انه خساره قدام غانا كانت خساره غير منطقيه وصادمه يعني. بص خليني يعني ايه، مش هو افضل اقول لك اكتر واحد حقق معانا نتائج ايجابيه هو كوبر يعني. تمام. بعد ازمه اتحاد الكره مع ايهاب جلال، كنت تفضل تقديم استقالتهم ولا اقالتهم ولا الوضع كما هو عليه الان؟ انا راجل جوه المطبخ، ففكره انه تتم اقالتهم دي، ده الكلام ده في الحوش. تمام. انا مش في بلد صغيره، كلام يعني كلام مش منطقي. مين اللي يقلهم يعني؟ يطلع وزاره الشباب والرياضه تقلهم فيقفلنا النشاط الرياضي في مصر؟ اذا المسؤول شايف ان هو اخطا وشايف الناس بتنتقده وبتهاجمه بعنف وبضراوه ومش عايزينه يكمل وهو في منصب تطوعي لا يتقاضى عنه اجر، فالاولى ان يقدم استقالته. هو بقى مش حاسس ان هو عامل حاجه غلط، دي حاجه ترجع له يعني. تخيل انت كل الناس دي بقى، فبيقول لك يا صديق حملات خلاص. تمام. احرف لاعب مصري: عبد الستار صبري. احسن مذيع رياضي: برضه مساله احسن دي انا ما اقدرش اقيم حد من زملائي يعني. ما
بستعيبها بصراحه. فكره ان انا اطلع انا اقول احسن احسن دي بتاعت يعني احنا كلنا اصل خد بالك احنا كلنا شو يعني احنا كلنا بنعرض البضاعه اللي عندنا فالناس هي اللي بتختار يعني. احسن معلق رياضي. طيب انا كنت بستمتع بالكابتن محمود بكر الله يرحمه وكابتن ميمي الشربيني الله يمسيه بالخير، وبصراحه بستمتع بالكابتن مدحت شلبيان. اصعب ضيف استضفته؟ مش هقول لك على اسم بس هقول لك على التكنيك اللي الضيوف ديت لما بتيجي بتتعبني. تمام. هو الضيف اللي اساله احكي لي بدايتك ايه في الكوره يعني. انا بضرب مثال يعني، والله ابتديت ربنا كرمني في ضيف انا سالته 28 سؤال في 3 دقائق، 28 سؤال لدرجه ان خلصت كل الاسئله، خلصت كل الاسئله اللي معايا في دماغي، الورق بتاع المحاور بذاكره قبليه وببقى جنبي، فانا كل ما اساله حاجه يقول لي والله الحمد لله، طب وانت عندك عروض من لا لسه مفيش، طب وناوي تعمل كذا ربنا يسهل، طب وهنعمل ايه في طب رايك ايه بقى، دي له بقى سؤال عام يعني في احنا في التكنيك في التكنيك الاسئله في سؤال عام وسؤال يعني في تفاصيل يعني، فطب بدنا نفتح السؤال العام علشان يعني لو انت مثلا مكسوف بتاع فنفتح سؤال عام، طب رايك ايه في اداء منتخب مصر، ده سؤال عام بحر بقى يعني تعالى نعوم انا وانت جوه الاجابه يعني فاهم ازاي، والله انا شايفه كويس، لا كده خلاص بقى خلصت القصه. فده حوار بالنسبه لي صعب جدا جدا، لذلك كان دايما فريق الاعداد لما بنبقى بيرشحوا حد الاول مره هيظهر بعد اشوفه يعني، احنا قاعدين في الميتنج الاسبوعي بنحدد مين اللي هيبقى موجود، ما في حد يطلع مثلا باسم الاسم ده بيظهرش، فاحنا عايزين نقدمه للناس فاقول لهم اشوفه الاول، فاشوف اتفرج الاول اذا لقيتهم نوعيه الناس دول مشكرين من قبليها، ما انا ما عنديش القدره ان انا استضيفه بقى بالصعوبه البالغه ديت يعني. اكتر ضيف دمه خفيف؟ انا هقول لك مجموعه بحبهم جدا جدا، كابتن رضا عبد العال، كابتن سمير عثمان، يا جماعه سمير عثمان اكتشاف، كابتن رضا وكابتن سمير عثمان وابو الذهب وكابتن عبد الجليل، انا اسف انا نسيت الكابتن مدحت فقوس الله يرحمه. الله يرحمه ده علامه تاريخ، ده يعني كانت حلقاته كلها بالنسبه لي من الحلقات اللي دمها خفيف جدا جدا الله يرحمه، كان زي الشربات يعني. اكتر ضيف صعب تخرج منه بحاجه؟ لا هو في ضيوف بتبقى جايه متحذره يعني، في ضيوف يقول له خد بالك ان ابراهيم هو ما بيستخدمش تكنيك عنيف في الاسئله وهيسحبك يعني، هيجيبك من اللي هو ايه سيبك تتكلم عن نفسك ويبسطك ويخليك تبقى قاعد في الشيزلونج وهتلاقيه بيحط لك فخاخ وبتاع، فهم بيحذروه فبقى جاي قلقان، فبتيجي تساله تقول له انت عامل ايه، فبقى خايف يقول لك اي حاجه، فهو ده اللي بيبقى بالنسبه لي بقعد اطمنه بس شويه اللي هو ايه اتكلم يا عم عادي براحتك احنا مش داخلين خناقه يعني. بس انا دايما اقول عشان بس الناس تبقى فاهمه، كل ضيف بيبقى له الطريقه بتاعته يعني، مثلا لعيب الكوره نتكلم في الفنيات ونتكلم في كذا، لعيب في نادي من الانديه، انما انا لو عندي مسؤول ما بحلوش يعني، مسؤول هنسال عن حاجات كتير يعني. بتاكل ايه في اليوم الفري؟ مفيش حاجه اسمها يوم فري عشان بس برضو الكلمه دي غلط. امال الصحه ايه؟ وجبه فري. الوجبه الفري بحبها تبقى بيتزا ومعاها بطاطس وبرجر، دي الوجبه الفري الاثنين معا.